في السنوات الأخيرة عمت نداءات أطلقتها الأمم المتحدة وعديد من المنظمات الدولية المتخصصة مما يشهده العالم من تغير بفعل تغير المناخ على الكرة الأرضية، وحثت النداءات دول العالم المختلفة على بذل الجهد لمواجهة ما يتبع من آثار سالبة خاصة في القارة الأفريقية. في يونيو 2019 أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد مشروع الحملة التشجيرية التي سميت البصمة الخضراء، واستهدفت قرص 20 مليار شتلة بحلول عام 2024 لاستعادة القطاع النباتي في عديد من مناطق البلاد المتأثرة بسلبيات المناخ. وهدف المشروع لمواجهة التغيرات البيئية والتكيف مع الظروف المناخية ومكافحة الجفاف الذي تعانيه كثير من الأقاليم الإثيوبية. قال المتخصص في الاقتصاد الزراعي الدكتور أبو بكر عبد العظيم أن البصمة الخضراء هو مشروع من المشاريع الضخمة التي تمت بها إثيوبيا. البصمة الخضراء دي مشروع من المشاريع الضخمة اللي هتكون في الريكورد بتاع الحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي، لأنه ده شغل متكامل. يعني البصمة الخضراء هي بدأت في مايو 2019 تماشيا مع قرارات مؤتمرات تغير المناخ والانبعاث الحراري، سواء كان في أفريقيا أو في دول تانية. انعقدت مؤتمرات مختلفة. الإرادة السياسية للحكومة الأثيوبية كانت كبيرة وعالية جدا في أنه بدوا في أكتوبر مايو 2019 عشان يزرعوا 4 مليار شجرة تساعد على تخفيف تغيير المناخ والانبعاث الحراري. والمميز انه واحدة من الريكورس انهم استطاعوا الاثيوبيين يزرعوا في يوم واحد 360 مليون شجرة. اتز ريكورد يعني على مستوى العالم ما حصل. يعني المشروع ماشي كويس حسب ما اطلعت عليه من تقارير. وبعدين واحدة من اهداف المشروع تصدير او ارسال مليار شجر لدول الجوار. دي المساهمة في مسألة تخفيف حدة تغيير المناخ والانبعاث الحراري، وده ريكورد بالنسبة للحكومة الأثيوبية كبير جدا يعني. وقال أن إثيوبيا لها اعتماد تام في الاقتصاد وتطورت كثيرا في الاقتصاد الزراعي أيضا. تطور الاقتصاد الزراعي في إثيوبيا، إثيوبيا دولة على السكان يتجاوز 120 مليون، يعتمد اقتصادها اعتماد تام على القطاع الزراعي. القطاع الزراعي في إثيوبيا بيشغل ما يعادل 80% من القوى العاملة في البلد، ويشكل 80% من قيمة الصادرات، وبيغطي أو يمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي. إثيوبيا عندها برنامج طموح جدا كان للاكتفاء الذاتي من القمح. ده مثال واحد اللي بيعكس التطور الإثيوبي في المجال ده. وأضاف أن تصدير القمح هو نجاح كبير لإثيوبيا ولدول التي تستورد منها القمح. انتقل البرنامج إلى تصدير القمح لأنه إمرأة واحد كان في إرادة سياسية ضخمة وكبيرة ودعم كبير من السيد رئيس الوزراء للبرنامج، وبقى إثيوبيا مصدرة للقمح بدل ما كانت هي مستوردة، وساعد إلى الوصول للاكتفاء الذاتي، بمعنى أنه ينتج ما يغطي احتياج البلد من القمح. لكن حتى الآن إثيوبيا أصبحت من الدول المستوردة للقمح.